السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نشوان من قناة رحال. اليوم اللي تبدأ المباراة في اليوم الثاني من الدورة الكروية الثالثة التي تقام في ليفربول. لا زالت الأجواء باردة جدا، لكن النشاط واضح وجلي. الفرق تتجمع الآن، بنعمل مقابلة مع بعض الإداريين المنظمين لهذه الدورة، فتابعونا. عدنا لكم مرة أخرى مع اثنين من الإداريين المنظمين لهذه الدورة، مع الأخ نصر الطيري والأخ محمد توفيق أو محمد سفيان. أخ، نبدأ من عندك أخ نصر. بالنسبة لليوم الأول، كيف كانت الدورة؟ ما هي انطباعاتك عن الدورة، عن اليوم الأول، وما هي الصعوبات التي لاحظتوها في الدورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدت الدور الاول من الدور الثالثه للدوري اليمني. الحمد لله كانت بدايه موفقه، وحضور جماهيري كبير وحضور الفرق جميعا. كانت بدايه موفقه، واستعدوا بما كل ما فيه من امكانيات وكذا، وكانت منظمه احسن من الدورات اللي قبل. هل لاحظتوا صعوبات؟ في كانت صعوبات في اليوم الاول، كانت تعترضنا بعض الصعوبات من ناحيه التحكيم، بس ان شاء الله توافينا هذه الاشياء، وكان ان شاء الله اليوم بيكون افضل من قبل. ممتاز جدا، اتمنى لكم التوفيق. الاخ محمد، ما هي الفرق اليوم اللي حتلعب اليوم؟ لاحظت انه وجود في بعض الفرق لم تلعب في اليوم الاول. اي نعم، هو بالنسبه للفرق هو في خمس مجموعات، وخمس فرق في كل مجموعه، فاليه التنسيق كانت في بعض الفريق من كل مجموعه في يوم مش راح يلعب فيها. فاليوم الفرق اللي موجودة العروبة، القادسية، الزعامة، عدة فرق موجودة. الحمد لله كلهم متواجدين هنا وكلهم متحمسين، وإن شاء الله يكون يوم. لاحظنا في هذا الجوال، يمكن تلاحظوا يمكن في الكاميرا الأدخلة تطلع من البرد، يمكن درجة الحرارة تقريبا وصل 4 درجة مئوية. درجة الحرارة شبه كلهم إن شاء الله بعد، لكن مع التسخين الشباب ما شاء الله يعني. حنشوف اجوال، حنشوف مباريات مثل الدور الاول اليوم، حنشوف مباريات فيها حماس. اليوم اتضحت الامور واصبح كل فريق يعرف قوه الاخر، والان المنافسه اقوى بكثير. خلاص، لان الان الصراع من اجل البقاء، لانه تحصيل حاصل. نتمنى انه شباب يستمتعوا في المباريات هذه. مره اخرى لا تنسوا متابعه القناه، قناه رحال. لا تنسونا من الشير والسبسكرايب واللايك، تابعونا. Come on.
علي متحمس. علي يا علي علي فريق النصر، ما سبب اعتراضكم اليوم؟ والله بس اعتراضنا الوحيد هو على الحكم، حكم المباراة باخر دقيقة اعطي الخصم يعني بلنتي ومش بلنتي. اوكي. المشكلة انه فريقهم نفسهم نفس الفريق يعني اعترضوا على هذا الموضوع وقالوا ما كانش بلنتي، بس الحكم يعني احتفال. يعني بتقدموا اعتراض اللجنة الإدارية المنظمة للبطولة؟ كلمنا يعني اللجنة الإدارية ونشوف يعني، بس الحكم حكم يعني. ما نقدر نسوي شيء، وهذا وصول المباراة. بس المشكلة هي جابت آخر دقيقة، لو كان يعني قلت في دقيقة القاتلة يعني وقت القاتل، وإن شاء الله يعني إذا كان في تسجيل بالهذا يشوفوا الحكام ويقولوا لا لا. حتى الفريق نفسه الثاني كان معانا يعني، بس الحكم يعني المشكلة يلا خير بغيرها. خلاص خير بغيرها، وإن شاء الله تقدموا أحسن في المباريات القادمة يعني. الله الله كريم. انتهى اليوم الثاني من الدورة الكروية الثالثة في مدينة ليفربول. صراحة كانت مباريات شيقة جدا. سنوافقكم في الأخبار والنتائج بعد هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والشير. معكم نشوان من قناة رحال. تحياتي.